بسم الله على بركة الله. كنشكركم المشاهدين على المشاركة ديالكم في القناة المتزهرة واللايكات ديالكم والاقتراحات ديالكم. اللي باقي ما اشترك يشترك، اللي عنده اقتراحات زوينين يقوليا في القناة ديال أم الزهرة. اليوم بالمناسبة العيد الكبير أنا طيب واحد الوصفة كيسميو المخ ولا العقل ديال الحولي ديال الغلمي. غنبدا بالمكونات ديالها. غندير شويه ديال زيت العود، غنطيبها في الطاجين، في الطاجين الامازيغي، وغنزيدها الربيع. الربيع مخلوط مع القزبور، المعدنوس والقزبور. غنخليها شويه نديرها فوق ديال الطاجين الوقت اللي طيب ليا. والعطريه غنديرها تقريبا نص عشقه ديال التحميره، شويه د القرفه، شويه الابزار، شويه د القلقوم العود، يسكن الجبير، شويه د الملحه، ما نكثرش الملحه. البصله حمراء، وشويه ديال الراس ديال الثومه، وشويه ديال البصله بيضاء مشلطه. ونخلط هذيك المكونات كاملين مع بعضياتهم. والمخ هي درتها في التبصيل، غنخليها حتى تشحر ليا البصله. عاد نزيدها المخ وشويه د الماء، وهذيك الكمون ما مطحوناش، غنحكها فوق الطاجين ديالنا. دابا غنديرها فوق العافيه مهيله، نخليها شويه. هاد الطاجين ماشي اي بلاصه بغيتي تحطي فيها الغلاقه ديالها، ضروري تحطيها بالطريقه اللي صنعوها صحاب هذيك الناس اللي صيبوا هذيك الطاجين. ضروري تجي في هذيك الجهه، ما يمكنش تبدلي هذيك الجهه اللي كتحط فيها، ومسدود ما كيخرج فيها نفس ما والو، وعندها واحد الثقيبه بحال كوكوت. هاد الطاجين ولا بحال الكوكوت، عندها الثقيبه. الا بغيتي غتسديها بشي حاجه بحال شويه بطاطا ولا شويه خيزو، الا بغيتي يطيب بلا ما يخرج هذيك النفس. وهذيك البلايص ها هي مسدود ما يخرج فيها النفس، ما ولا انا غنخليها ما غنسدهاش. دابا غنديرها فوق العافيه مهيله شويه. ها هي الطاجين ديالنا ملي تشحرت البصله، ها هي ملي حيت الغلاقه ديال الطاجين خرج هاد الدخان، حيت هاديك الطاجين كيجي مزيان في الطياب، كيخليش هاديك الدخان يخرج. هاهي سخونة وعندها يدين ديالها. دابا خليت البصلة تشلطات، غنزيدها الكاس ديال الما حيت الطاجين باقي جديد. واخا درتها في الماء وطيبتها في الفران عاوتاني هذيك الطاجين، وليني باقي كيشرب الماء. غنهز الطروفه ديال المخ نحطهم هكا، you
وغنهز هذيك الكمون اللي باقي ما مطحوناش، هنحط فوق وهاد البيض غنخليهم تسارم بعد ان شاء الله. نفس المشكل نفس الطريقه، ها هي الطاجين ديالنا طايف. المهم سخونه البيض وغنزيد البيض، غنحركها هي غنحركها شويه ماشي بزاف. انا زيدتها على حساب القدره الناس اللي غياكلوا هذا الطاجين، الا كاينين الناس كثار يقدر تزيدوا عاوتاني في البيض، قدر على حساب العائله. المهم المخ ديالنا طايب والبصله غنزيد عاوتاني هكا. هي باقي البيض ديالنا باقي كيطيب، باقي ما درتهاش فوق العافيه. ها هي شتي علاش هذا الطاجين كيكون مزيان، حيت كيشد السخونيه. ديجو هي الطريقه ديال الطاجين ملي طيبتها. غنزينا هذا الطاجين ديالنا شرب الماء اللي درتها قبيله، وغنزينها بالفلفله حاره ضروري هذيك الفلفله، وغنزيد تقريبا جوج عواشق ديال الزيت ارغان باش يعطيوها شويه الريحه شويه النكهه ديال الارغان، وغنزيدها شويه الكمون وشويه الابزار غير شويه على حسب اللي كياكل الحار، اللي ما بغاش ياكل الحار بلاش. غن شويه د الربيع ومرحبا بي الناس اللي غيشتركوا في القناه ديال ام الزهراء، والى كاين شي اقتراحات زوينين قولوا لي، وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وشكرا على الطاجين ديال المخ. الطريقه ديالي انا ما نقول لكم طريقه امازيغيه، المهم الطريقه اللي بغيت انا طيبت فيها ديك المخ. ايوا شكرا، يرحم والديكم واسمحوا لي واخا ما كننزل بزاف في الفيديوهات علاش الظروف كتكون عندي لو